تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي 2019 بشأن البدء في تنفيذ مشروع مدينة شرق سترة، أبرمت وزارة الإسكان عقود تنفيذ المشروع مع شركة هندسة الماكينات الصينية لبدء العمل في المشروع، حيث قام كل من سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان والسيد فانغ يانشوي القائم بأعمال رئيس الشركة الصينية بالتوقيع على العقود. وقال المهندس الحمر إن مشروع مدينة شرق سترة يعد أحد المشاريع الرئيسة التي أدرجتها الوزارة لتنفيذ أمر جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بشأن بناء 40,000 وحدة سكنية، كما يدخل المشروع في إطار جهود العمل على توفير 25,000 وحدة سكنية والتي ينص عليها برنامج الحكومة الحالي. كما أشار إلى الدعم الحكومي المطلق للحكومة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة لسمو ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من خلال إعطاء الأولوية لشؤون الإسكان وتذليل التحديات لضمان توفير مقومات نجاحه. وعبر الوزير عن امتنانه وتقديره لمجلس التنمية الاقتصادية على ما أولاه من جهود لجذب الشركات إلى البحرين والمساهمة في دعم جهود وزارة الإسكان لتوفير المشاريع والخدمات الإسكانية للمواطنين. وأعرب الوزير عن سعادته بالتعاون مع الجانب الصيني في تنفيذ مشروع مدينة شرق سترة في ظل ما تتمتع به الشركة من خبرات عريقة في مجال تصميم المشاريع الإنشائية الكبرى، مجددا التنويه إلى أن تجربة التعاون مع الجانب الصيني من شأنها تحقيق العديد من الإيجابيات الأخرى، ومنها الاستفادة من الخبرات الصينية في إدارة المواقع وتنفيذ الوحدات والبنية التحتية، الأمر الذي يؤول إلى تنوع الخبرات لدى مهندسي وزارة الإسكان. ومن جانبه عرب السيد فانغ يانشوي القائم بأعمال رئيس الشركة الصينية عن اعتزاز الشركة بالتعاون مع مملكة البحرين لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الهام، متوجها بالشكر والتقدير إلى حكومة مملكة البحرين لما أبدوه من تعاون كبير خلال مرحلة التفاوض لتنفيذ مشروع مدينة شرق سترة، مؤكدا أن ذلك التعاون يعد فرصة مواتية لمشاركة الجانب الصيني في المسيرة التنموية التي تشهدها المملكة. لله الحمد وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وقعنا على عقد تنفيذ مدينة شرق سترة ما يزيد عن 3,000 وحدة سكنية. راح نبدأ إن شاء الله مع الربع الأول من العام القادم، 72 شهر للتسليم إن شاء الله. هذه المناسبة طبعا حبيت أتقدم بالشكر الجزيل إلى الحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، كما أشيد وأشكر شكر خاص حقيقة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد اللي تفضل حقيقة في الملتقى الحكومي الأخير أمر بتنفيذ هذه المدينة، واليوم لله الحمد استطعنا أن نصل إلى هذه المرحلة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ومن ثم الدعم اللامحدود الذي يحظى به الملف الإسكاني من قبل القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة. أنا حقيقة سعيد جدا بحضور هذه المراسم، المراسم العقد إبرام عقد يعني مشروع السترة الإسكانية. هذا المشروع طبعا نحن ممكن يعني نشعر بأن الاهتمام كبيرة من صاحب جلالة الملك وحكومة بحرينية. هذا المشروع كمان يدل بأن التلاقة يعني المبادرة حزام وطريق صينية وتواصل مع يعني رؤية 2030 اقتصادية للبحرين. أنا سعيدة اليوم بوجودي في حفل توقيع عقد الاتفاقية بإنشاء مدينة سترة، وهو المشروع الإسكاني اللي راح بإذن الله يوفر مجموعة من الوحدات الإسكانية اللي تخدم المواطنين، وإحنا شاكرين للقيادة الرشيدة هذه المبادرات وسعيهم الحثيث من أجل
تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وبإذن الله راح تكون يعني مدينة بالمستوى اللي مستوى المدن المستدامة اللي راح يكون فيها الخدمات جدا بمستوى راقي وعالي ويخدم الجميع إن شاء الله.